وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك القانون واجتياح رفح مرفوض. حملة أمنية مكثفة في حيفا بوريتن بفيينا بعد تصاعد العنف. وزير المالية: يجب مراجعة إجراءات الدعم للسيطرة على التضخم. الموافقة على بيع جزء من مجموعة سيجنال المفلسة. نجاح 4 من 14 استفتاء شعبي في الوصول إلى البرلمان. انخفاض طفيف في عدد براءات الاختراع المسجلة العام 2023. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أدان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ الهجوم الإسرائيلي في جنوب غزة، معتبرا أنه يخالف القانون الإنساني الدولي. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، حيث ناقش الوزراء الحرب الروسية والوضع في الشرق الأوسط وتوسيع الاتحاد الأوروبي، ودعا شالنبرغ الاتحاد إلى فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين وحماس، وأكد على ضرورة بدء مفاوضات انضمام دول غرب البلقان، وشدد على ضرورة عمل الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وإلا سنواجه مشروعات توسعية من روسيا والصين. شهد الحي العاشر في فيينا فافوريتن حملة أمنية مكثفة بعد ازدياد حوادث العنف، بما في ذلك طعن شاب أمام متجر آيس كريم تيشي. وشارك نحو 60 ضابطا في الحملة التي تستهدف مكافحة عصابات الشباب. وأعلن وزير الداخلية جيرهارد كارنر عن مجموعة عمل لمكافحة الجريمة بين الشباب تهدف لتحديد نقاط الاشتعال ورصد الظواهر الجديدة في الجريمة. يذكر أن جرائم اليافعين تزداد، حيث أبلغ عن 9500 حالة في العام 2022. أعلن وزير المالية النمساوي ماغنوس برونر أن معدل التضخم الذي بلغ 4.3% في فبراير سينخفض في الأشهر القادمة، مؤكدا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا جدا. وقال برونر: نحن نفكر حاليا في الإجراءات الداعمة التي اتخذتها الحكومة والتي يمكننا إيقافها ونقيم أيها يجب أن يستمر. وأشار برونر إلى تأثير حزمة الإسكان على تباطؤ البناء مؤقتا، مع توقع توفير تخفيف مالي يصل إلى 11500 يورو عند شراء منزل، وأعرب عن توقعه بتوفير قروض ميسرة قبل فصل الصيف مع تحديد مدة سريانها حتى نهاية تسوية التمويل الفيدرالي لعام 2028. وافق دائن شركة سيجنا برايم القسم الأكثر تميزا في مجموعة سيجنا النمساوية المفلسة وصاحبة متجر السلع الفاخرة في برلين كاديفي على بيع أصولها. وتمتلك الشركة المفلسة أصولا باهظة في عدة دول أوروبية، حيث يطالب الدائنون بمبلغ يصل إلى 12.8 مليار يورو، وتهدف عملية البيع إلى استعادة جزء من الأموال. ودعا وزير المالية برونر إلى مزيد من الشفافية في البيانات المالية للشركات، مشددا على ضرورة تعزيز العقوبات على المخالفين، كما حذر من تعميم الأحكام على جميع الشركات. نجحت 4 من 14 استفتاء شعبي في تحقيق الشرط المطلوب لنقلها للبرلمان النمساوي بجمع 100,000 توقيع. ونجحت المبادرات لا لإهدار الطعام وحظر مبيد الجيلوفوسات الحشري، ومبادرة لا للانضمام إلى الناتو ولا لتبييض الطاقة النووية، فيما فشلت 10 استفتاءات أخرى من بينها السلام من خلال الحياد ومبادرة وقف انفجار أسعار الطاقة الآن. وكانت عملية التوقيع متاحة عبر الإنترنت من خلال التوقيع الرقمي، وتعتبر هذه الاستفتاءات إشارة لتعزيز الديمقراطية المباشرة. سجلت الشركة النمساوية 2355 براءة اختراع العام الماضي بانخفاض طفيف بنسبة 1.1% عن العام 2022، وحافظت النمسا على مكانتها كواحدة من الدول الأكثر ابتكاراً في أوروبا. واحتلت سويسرا المرتبة الأولى ب 1085 اختراعاً لكل مليون نسمة، تليها السويد والدنمارك وفنلندا وهولندا وألمانيا والنمسا ب 264 اختراعاً، وبلغ المتوسط بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي 27,153 اختراعاً،
وتصدرت شركات فيينا قائمة النشاط ب 603 براءة اختراع، تبعتها النمسا العليا وشتاير، وتركزت الابتكارات في مجالات التكنولوجيا والبناء. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. متابعينا لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغراد على هواتفكم لمتابعة برنامجكم همسات رمضانية. أطيب الأوقات، إلى اللقاء.